الثالثة لحرس الحدود في محافظة ديالى مدينة خانقين بهدف بحث سبل التعاون والعمل المشترك بين كافة الأطراف لمواجهة إرهابيي داعش. وأشاد الوفد خلال زيارته بدور وجهود قوات البيشمركة في الوقوف بوجه إرهابيي داعش في المنطقة. عباس الأركوازي والتفاصيل. بهدف العمل المشترك والوقوف صفا واحدا بوجه الإرهاب الداعشي، زار وفد من قيادة الفرقة الثالثة وقيادة حرس الحدود في محافظة ديالى، زاروا مدينة خانقين والتقوا بالسيد محمد ملا حسن قائم مقام قضاء خانقين، وتم مناقشة سبل التعاون والعمل المشترك بين كافة الجهات من أجل القضاء على بقايا فلول داعش في المنطقة، مشيدين بدور قوات البيشمركة في وقوفها بوجه اعتداءات داعش الإرهابية في المنطقة. كما وثمن الوفد الزائر دعم وجهود إدارة خانقين في خلق جو من الانسجام بين قيادة الفرقة والمنطقة. ومن جانبه ثمن قائم مقام قضاء خانقين محمد ملا حسن دور وجهود الوفد الزائر وحرصه على تمتين العلاقات والعمل كصف واحد من أجل دحر بقايا الإرهاب الداعشي من المنطقة. اليوم زارنا الأخ لواء ركن السيد ظافر قائد قوات الفرقة الثالثة لقوات الحدود، وقمنا بمناقشة الوضع الراهن والوضع الأمني في منطقة خانقين، وبصراحة كان له تجاوب إيجابي، ونحن اتفقنا على تعاون مشترك مثل ما في الزيارات السابقة كنا متعاونين ومتفاهمين الوضع، وقوات الحدود بصراحة يعني تعاونوا القوات مع جنبا إلى جانب البيشمركة حافظوا على مدينة الخانقين، وإحنا اتفقنا مستقبلا يكونون قوات الحدود مع قوات الأمنية الموجودة في خانقين مشاركين في استبداد الأمن ومحاربة الإرهاب في منطقتنا. وبعدها التقى الوفد الزائر بشيرك ميرويس مسؤول مركز تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكردستاني ومحمد حاجي قادر نائب قائد قوات قرمسير لقوات البيشمركة، وتم مناقشة آلية العمل المشترك من أجل الوقوف بوجه الإرهاب الداعشي عن طريق ترص الصفوف والتأكيد على أن داعش يستهدف الجميع. اليوم زار محور قرمسير وفد من قيادة قوات الحدود، ونحن نرحب بحضورهم هذا، والواضح أن قيادة قوات الحدود ومنذ بداية المعركة مع داعش استطاعت أن تقدم دعمها لقوات البيشمركة، واليوم كان هذا الاجتماع اجتماعا إيجابيا ومثمرا من أجل مناقشة سبل العمل المشترك في الحرب ضد الإرهاب. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي. أشاد رئيس